للورق ايش حيستخدم ورق هو؟ استخدم الالفور في التعليم اول شيء؟ اي نعم. شخمط فيها ويخطي وكذا؟ صحيح، ممكن يستخدم الالفور العادي. أيوه. كبداية، ثم بعد ذلك في المراحل المتقدمة احتاج انه استخدم اوراق الكوشيه، اوراق لماع. اوراق لماع كوشيه؟ اي نعم. ايوه. فهذه تجي جاهزة، كراسة جاهزة، ما ياخذ كراسة جاهزة او اوراق تجي لوحدها استفيد منها. تمام. هذه كراسة خط. إيه. وحتى الورق مربوط مع بعض أحسن. إيه. من الإيفور هذا يبدأ يكتب فيه والمقاس إيفور. تمام تمام. جزاك الله خير. بارك الله.